كانت لما حلوة كان زماني لك. بس يبغالها فلوس واجب سيارة، أبيع الدنيا أشتري عمارة، تصب المدير أرمي السيجارة، هذه الحالة ماني ماني. لا يا النعمة كذب بوق وما تعمل أي حاجة من أنتو يا تحوّر يا تحتك بنام حقك. هنتفق لسوق اجري. خد يلا وخد قلب بتوع الحديد يا بدل يا بدل خد يا بدل خد يا بدل خد. مش هبوظ على كل يابانيه، بس انت جاي تقل انا بقى كده وهصحي البنت دول العماره. تعالى لي انت يا بدل. بيتك شايفني تعبانه ورايح يا نهارك اسود. مين ياد الحرام اللي انت واقف معاه ده؟ حرام يا ياد الحرام، خرفان انت ولا ايه؟ هتفتح يا ست ده هتحيي عليك؟ انا واقف عادي زعلان، تفتح محدش هيفتح. الو؟ هلو؟ الو في سنيين هنا. في ايه يا ست النبدة؟ سيني ومعاك بقى؟ بقول لك ايه سيبها الساعة اللي انا هشتري. لا استنى ثانية واحدة، ماما دول سنيين وحاجاتهم بايظة ومش هتنفع معاكي، وهيغلوا عليكي حاجة. مالكش دعوة يا زبت انت، خش جوه، أنا هعرض معاك أحسن حاجة وأحسن سعر. مستر زكشان هاو ريو انت حر ما انت عايز اضحك عليك. اتفضل يا اتفضل اوكي اتفضل. تمام كده حبيب قلبي، هدخلك الاسم الثالث مكان المسامحه. اوكي طبعا اكيد لبست في حاجات. اوكي على وضعك بقى، عارفه اتاخرت يا خواجه في الفلوس. انا ما اعرفش امي، هروح لك لاخر اسم انت حر. بيز ماي واني بقى. ثانك يو. التالت هتقبضه باذن الله، عدي عليا انت بقى كل اول شهر. والحاجه التعبيه دي مالناش دعوه. يلا اتفضل جود باي. يلا توحشني. أم المصرية لا يقل عليها، على وضعك ياما. ولا أعمل لك إيه على غدا النهاردة؟ خلصت من السؤال، أي حاجة يا أم، أي حاجة مش كده. كل مرة كده ما باخدش منكم عقاب نافع. ما تقومي يا حبيبي مش شايف الأكل بيتحط. يلا. أيوة بقى. إيه ده؟ إيه حاجة ده؟ عيش وجبنة وبطاطس. أنا جاني في النهاردة. يبقى إيه لمهم واتغدى بقى. سيستم إيزي كمان، من قبل زمان. أنا من يا صعب ده، أنا كل قلبي قد الحياة، عاش اللي عاش واللي ما جاش رمى الورى. عمل العمل وشايل كل حاجة، أنا قلبي حي وأنا اللي جاي. طبعا مش طايق لايف أبس عاملي بالورق و سألتهم منين دول يلا؟ هو أنتوا في يا جدعان أنتوا شايفيني غلط ليه؟ سرقت إيه؟ أمال أنت اللي بس ده قبل اللايف ليه؟ يا عم ده حضرتك عارفه ان خمس اكونتات عملناهم كلهم اخذوا حظ، ولحد دلوقتي عاملين نعمل اكونتات جديده عشان نحاول عشان نكمل الحمله باذن الله. ومفروض الايفونات دي انا جايبها وعاملها باذن الله، كل ما نجمع مليون واحد هيكسب ايفون، جمعنا مليون تاني التاني هيكسب ايفون وكده. ومفروض الورق ده كله كل الناس المطبوعه دي اللي بعت لنا صور بتاعت الريسيتات اللي برعوا بيها، ومفروض احنا نشتري بسرعه شويه مع كل مليون باذن الله. لا واحده واحده عليا كده وفهمني بقى ايه حوار المسابقه والايفونات دي. بص يا حاجه باذن الله كل واحد هيتبرع لجار مع الرقم بتاع الفور اللي هو 9003 ان شاء الله هيكون دخل معانا السحب، مجرد ان هو يصور الوصف ويبعته على الرقم اللي انا هبقى سايبه في الاستوري على طول هو كده دخل معانا السحب. وباذن الله مع كل مليون نجمعها هنشتري واحد عشوائي. صح يا صلاه النبي، انا متبرعه انا بسم الله مش هقول اكتر من 15 مره، مش عايز اروح عشان ثواب. انا كده كسبت ومستنيه ايه يا حاجه؟ اطلعي بسرعه صوريهم وبعتيها على الرقم اللي انا سايبه في الاستوري على الانستجرام. انت كده ان شاء الله كسبانه كسبان عدد كتير. الله اكبر هبعتهم لك كلهم ايفونات وثواب. والله شكلك يا وانا نايم هتاخدهم كلهم. ولا امسك السلم عدري، هدي لك تليفون هتسيبه زي كل مره وهتقلب هديك بيك جزمه. لا حضرتك ما تقلقش يا حاج انا ماسك السلم كويس اهو. حضرتك يا دي النيله. طب انا انزل ازاي؟ انا اصلا متعلق. ولا روح شوف لك الشتاء ولا شمعة ولا اي حاجه. اه في بيتك واحد ده راح يلحقني. الحمد لله النور جه يا حاج. طب الحمد لله انه جه الحقني بقى عشان انا خلاص على عصبي. اتقل يلا يا حاج، المره دي مختلفه بقى. بدل ما ده صوت اللعبة. انت بتضحك عليا، المرة فاتت دي صوت الكلب، ده شكل قرش بصوت اسد، انت عبيط. هو ما هي لعبة بقاش عرفنا العب العب يلا. تبقى اخدت التفاهة بتاعتك دي. ربنا يستر. عبيطني هديك انت وهو بالجزمة. نفر اسود بقى يا عم غلط. دلوقتي عطيتها وتضربني برضه. فاهم انا مرات اتخضيت برضه في حاجه. انا لا ولا حاجه يا ابو الحجاج، انت طول ما بقى اتضرب عندي انا خلطان. انا جاي اروح معاك حاجه.
السبايدر مان ضرب الدنيا يا جدعان، عرضنا من غير حدود بسبايدر العنكبوت. يا نهار اسود عنكبوت كبير يخرب بيتي. يا نهار اسود، يعني السبايدر مان مش سبايدر مان هتضرب فيها ماما. يا نهار اسود، كان بحر وانت اللي تلبس ده كنت بتهبب ايه؟ هكون بسرقنا يعني يا امي. كنت بصور دعايه، كنت بصور دعايه حبيبتي لفيلم بتاع سبايدر مان لسه نازل، عشان قلت هناك كل الناس هتكتب كومنتات على الفيديو هناك، هختار منهم واحد عشوائي هو اللي هيكسب ايفون. قول كده. طب واكيد طبعا هكسب امك يا قلب امك، صح؟ اه جينا للوصايا بقى، خش امي روح على الفيديو هناك اكتب اي كومنت وباذن الله هختار عشوائي ولو كسبت هبقى اديهولك. انا قلت حتى وهو عنكبوت قليل الادب، تعالى بقى عشان هبيدك دلوقتي. تعملي ايه؟ والله هطبقك. ايه ده؟ هو اللي انا ابدا؟ بت صليتوا العيد؟ صباح الفل، انت لسه صاحي؟ لسه صاحي؟ يعني رحت صليتوا ومحدش صحاني؟ يا شيخ ابني انت ما تعرفش ايه اللي حصل، ده احنا صلينا العيد وقرايبنا كلهم خلالنا وعملنا وكل اللي في العيله جم وكل العيله اخذت عيديات والحمد لله، ولقيتهم بيوزعوا ايفونات على كل واحد فينا شقط ايفون بعد صلاه العيد، هم بيحدفوا البلالين، ولقينا جمال تامر حسني واحمد عز واحمد السقا كانوا بيصلوا مع بعض وصورنا معاهم كلهم. ايوه ما ناقص بقى تقولي ان محمد صلاح راح ينزل يعيد مع اهله هنا في مصر ونزل من انجلترا راح لقاكم بمره وسلم عليكم. ها مش اللي حصل؟ انت عرفت منين ده؟ انت لسه صاحي، ده وزع تيشيرتات ومضلنا عليها كمان. لا يا حبيبي ما بيخرمنيش. بص تعالى اوريك. توديني ايه؟